عنوان الجلسة: الاتحاد الإسلامي طريق المسلمين الوحيد نحو المستقبل. مستقبل الأمة إذا أريد أن يكون مستقبلا زاخرا بالسعادة والقوة فلا طريق له إلا من خلال وحدة المسلمين. إن وحدة المسلمين تضمن للمسلمين ولكل البلاد الإسلامية سعادتها واستقرارها، بل وتحولها إلى القوة الكبرى في العالم، ذلك الذي وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين به. فإن المؤمنين حسب الوعد القرآني لابد أن يكونوا هم القوة الأولى في العالم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، والغلبة لله سبحانه وتعالى ولرسله وللمؤمنين برسل الله سبحانه وتعالى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هذه الغلبة وهذه القوة لا يمكن أن تتحقق ما لم تتحد هذه الأمة، لأن الأمة التي تتبع رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن إلا أن تكون أمة واحدة، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه مؤكدا على ذلك، وقال سبحانه وتعالى: لا تكونوا من المشركين من الذين بينهم وكانوا شيعا، وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لا علاقة بين محمد صلى الله عليه وآله وبين أولئك الذين يفرقون الدين ويتفرقون، بل إن طريق الوحدة هو طريق الأنبياء والمرسلين جميعا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم، ما وصى به نوحا وما أوحينا إليك وما أوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه هي الطريقة التي سار عليها الأنبياء على مدى التاريخ. فعلاقة الأمة بالله سبحانه وعلاقة الأمة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه العلاقة رهينة بوحدتها، رهينة بارتباطها بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وارتباطها بمحمد رهين بوحدتها. هذه الوحدة هي التي تفتح للمسلمين وللأمم الإسلامية طريق الفلاح والنجاح. وما تحقق ما نشاهده اليوم من التخلف في بلاد المسلمين ومن التخلف بين المسلمين ومن سيطرة الأعداء علينا ومن التخلف الذي نشهده في بلادنا الإسلامية، سواء على المستوى الثقافي والفكري والعلمي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستويات الأخرى، ليس هذا التخلف إلا ناتجا عن فرقتنا وعن تمزقنا. العدو لم يسيطر علينا إلا حينما تفرقنا، ولم تنتزع أرض فلسطين من بلادنا الإسلامية ومن مجموعة البلاد الإسلامية إلا حينما تفرقنا، وحينما لم تجد أرض فلسطين أمة قوية واحدة تدافع عنها وتدافع عن أهلها. هنالك كلمات سوف نستمع إليها ونستفيد منها. الآن الدور للأخ الدكتور محمد الحساني، أستاذ أكاديمي من المغرب. أهلا به وسهلا، نستمع إليه فليتفضل.